أخ زهير كركبي، مساء الخير. مساء الخير. طبعا جبهة شفا عمر الديمقراطية انتخبت المرشحين الثلاثة الأوائل قبل أيام، وأنت ترأست وتترأس قائمة الجبهة العضوية للانتخابات البلدية. ممكن تعرفنا من هو زهير كركبي؟ زهير كركبي ابن مدينة شفا عمر، ولد في هذه المدينة في أزقتها القديمة، وترعرعت وتربيت في أحيائها القديمة التي أعتز بها كثيرا، ونشأت في أجواء وطنية، تلقيت ثقافتي الفكرية من المطالعة ومن اقترابي من الحزب الشيوعي والجبهة، والأحداث التي عصفت في مدينة شفا عمر في 30 سنة و40 سنة الأخيرة. أنا بداية وعي الوطني بدأ في سنة 1976 في يوم الأرض، كنت وقتها طفلا ابن 13 من العمر، وكنت في يوم القرار التاريخي لإضراب يوم الأرض 25 أذار، كنت أنا ومجموعة من الفتيان نراقب الشباب الذين يواجهون الشرطة، الشباب الشيوعيين، شباب طبعا في بلدية شفا عمر كان الاجتماع، في بلدية شفا عمر. هذا هي الذاكرة لا أنساها من مخيلتي، كيف وقف أبو السعيد محمد بركي وطلاب جامعات مقابل رجال الشرطة الذين كانوا يحملون الهروات، وبدأوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وبدأت الجمهور تتراقب، ونحن رقمنا الاجتماع التاريخي في ذلك الوقت. هكذا بدأت أتلقى، يعني على هذه الأحداث أنت نشأت وترعرعت في وعيك السياسي. نعم، هكذا بدأت أتلقى ثقافتي الوطنية واستمريت في هذا. كنت في المدرسة الثانوية سكرتير لجنة الطلاب، كنت نشيطا في لجان الطلاب، ومن بعدها كنت دائما مع كل الأعمال والفعاليات، شارك في كل الفعاليات والنشاطات السياسية الوطنية والسياسية التي تخص جمهورنا العربية. كيف أنت يعني تقربت الفكر الجبهوي؟ طبعا أنت نشأت بهاي البيئة، ولكن بالآخر أنت تسنمت سكرتير الجبهة خلال 5 سنوات الماضية. 10 سنوات. 10 سنوات. يعني تجربتك هاي اللي كانت 10 سنوات استفدت منها كتير، وخاصة إحنا نحكي لأنه إحنا مقبلين على العمل على الانتخابات بلدية في العمل البلدي بالذات. في الواقع أن الحزب الشيوعي والجبهة هي مدرسة الأولى في العمل الوطني، فهي صخرت شخصيتي، ومن خلال هذا الفكر بدأ الأساس الفكري والقاعدة الأساسية للفكر تبعي والمقياس مقابل الأمور الأخرى. فهذا الفكر علمني الكثير، ومن خلاله بدأت أنظر إلى الكثير من الأمور. أي شخصية كانت لك مثال يعني؟ كانت قطرية ولا محلية؟ الحقيقة أنا متأثر من شخصية إيميل توما، قرأت له أبحاثه ودراساته المختلفة، وأنا متأثر جدا من هذا. محليا شفا عمر؟ محليا أنا متأثر من أبو الوليد شفيق الخوري، حقيقة هذا رجل الله يطول في عمره، الله يطول في عمره، متعة أن تسمع خطاباته وكيف يفكر والعمق الذي يفكر فيه والرؤية الواضحة الذي يراها. اليوم هو يقارب 84 عاما ولها رؤية شباب حقيقة، ونحن دائما تكمن هذه الرؤية. أي رؤية وأي برنامج أنتوا إسا لما انتخبتوا القائمة كنت توجهوا للانتخابات البلدية اللي راح تجري ب 23/10/2013؟ أي رؤية؟ شو البرنامج اللي راح تطرحوه للجمهور كجبهة اللي تخوض معركة انتخابات العضوية؟ طبعا الانتخابات هي فرصة للقاء والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم وإلى طلباتهم،
وايضا هي فرصه لاسماع ارائك وافكارك والمبادئ التي انت تتميز بها. والحقيقه باعتقادي الوعي الوطني هو الشيء الاساسي وهو البرنامج الاساسي وهو البرنامج الاهم، لانه هو صمام الامان الذي يحمي مجتمعنا من الضياع. مجتمعنا يتعرض لكثير من التحديات وكثير من المغريات السيئه للاسف الشديد، وبحاجه دائما الى التوعيه، الى شرح، الى ارشاد، لان هنالك من يريد الاساءه لهذا المجتمع ومن يريد الضياع لهذا المجتمع. فباعتقادي البرنامج الوطني هو البرنامج التوعيه، توعيه الشباب على لكي يكونوا اصحاب فكر صحيح واصحاب فكر مبني على انتماء لهذا الوطن، انتماء لهذا البلد، انتماء لهذا الشعب، الحفاظ على التراث، الحفاظ على اللغه العربيه، وهكذا نحمي انفسنا كمجتمع. فهذا هو البرنامج الاهم الذي يجب ان يكون في هذه المعركه الانتخابيه. وعملتوا خلال الفتره اللي انتم مثلتوا فيها في المجلس البلدي، انتم بالانتخابات الاخيره تمثلتوا في عضوين انت والرفيق احمد حمدي، هل انتم يعني حملتوا هذا البرنامج وضغطتوا في الاداره وانتم كنتوا جزء من الائتلاف ان تحققوا بعضا منهم؟ شو حققتوا نقاط من هذا البرنامج خلال تواجدكم بالائتلاف البلدي؟ باعتقادي نحن حققنا نقاط مهمه وكبيره جدا. في البدايه نحن استلمنا قسم الثقافه والفنون، وكان المركز الثقافي البلدي مغلق لمدة أكثر من 5 سنوات، فعدنا فتح المركز الجماهيري ولا المركز الثقافي؟ المركز الجماهيري. ولكن مين كان يدير المركز الجماهيري؟ كان يديره وقتها أبو علي أمين عنتاوي، وأغلق على زمن رئيس البلدية أرسان ياسين، وهذا طبعا للأسف الشديد أدى إلى تراجع ثقافي كبير في مدينة شفاعمر. نحن أحيينا من خلال فتح دار الثقافة والفنون والتي تديره اليوم السيدة عزيزة دياب بمهنية عالية، عدنا الثقافة والفعاليات الثقافية المهمة للمجتمع الشفاعمري، وباعتقادي هذا شيء كبير. وعمل عشرات ومئات من الفعاليات الثقافية المختلفة، ومما عاد بالفائدة على مجتمعنا. طبعا بالاضافه لافتتاح قسم الثقافه ومدار الثقافه في المدينه، انا خلال مسؤوليتي للجنه التسميات، لجنه كانت مجرد لجنه وهميه غير يعني شكليه غير قائمه، فقمت اولا بكان هناك فقط 10 شوارع لهم اسماء ولم يكن هناك لافتات، فاهتممت ان توضع اللافتات مثل شارع توفيق زياد، شارع المطر الحجار، شارع الرهبات، شارع جبور جبور، شارع ابراهيم بن حسين، اسماء تاريخيه، اسماء كبيره، ووضعنا اللافتات وبدانا بمشروع تسميات. تسميات من جديد، تسميات الشوارع. تسميات الشوارع، فتبين ان هنالك في مدينه شفاعمر اكثر من 850 شارع، فبدانا بالتواصل مع وزاره الجديد والتطوير الجديد والنقل. حصلنا على ميزانيه تقدر اكثر من 1 مليون شيكل لتقييم الشوارع وتسميه الشوارع وتقييم البيوت، وبالفعل قمنا بتسميه جميع الشوارع. اهتممنا في البدايه ان نضع المقاييس لتسميه الشوارع، فقسم كبير من الشوارع سميت باسماء تاريخيه، اسماء حضاريه، اسماء مدن فلسطينيه مثلا، اسماء شوارع تاريخيه، شارع يافا، شارع حيفا، شارع القدس، ورموز وطنية من تاريخ شعبنا، أسماء لهضاب وحقول ومناطق شفاعمرية قديمة جدا. وانتم احتفلتوا كمان بافتتاح شارع محمود درويش. وطبعا كتلة الجبهة تقدمت للمجلس البلدي بتسمية مدخل المدينة على اسم شارع محمود درويش، لكي كل انسان وكل مسؤول سلطه وكل وزير يدخل من شارع محمود درويش الى مدينه شفاعمر. وقمنا بافتتاح هذا الشارع بمشاركه الوزير من السلطه الفلسطينيه سيد عاصي عياس العام حبيب ربه، وكان افتتاح مهيب ومشاركه كبيره جدا. بالاضافه لذلك نحن كجبهه وكحزب وطني حريصين على الوحده الشفاعميه ووحده كل اهل المدينه. فرأينا في القلعة، القلعة التاريخية اللي ضاعها عمر الزيداني، كهي الوحدة والموحد والجامع لجميع أهالي المدينة. ف
فكانت القلعة مهملة وغير مضاءة. قدمنا باقتراح بإضاءة القلعة، بالفعل أضيئت القلعة وأضافت رونقا خاصا إلى جمال هذه المدينة وإلى تاريخ هذه المدينة وإلى ثقافة هذه المدينة وإلى وحدة أهالي المدينة أجمعين، وهذا بعث بالارتياح والسرور من قبل جميع أهالي البلدة. أنت كمان كنت رئيس لجنة المالية في البلدية؟ أنا كنت رئيس لجنة المالية ورئيس لجنة الإعفاءات وشطب الديون، وبالفعل في القضية المالية كنا نقوم بعمل كبير جدا، حيث كنا نساعد إدارة البلدية في ترتيب الموازنة السنوية وتوزيعها على الأقسام حسب الاحتياجات المختلفة. فلم يكن هناك ميزانية لقسم الثقافة والفنون، فبالسنة الأولى كرسنا مبلغ أكثر من نصف مليون شيكل، مع أنه مبلغ ضئيل لهذا القسم، وكل سنة في ازدياد. نحن في كل سنة في هذه الميزانية نبحث ما هي احتياجات وضروريات المدينة، وحسب الاحتياجات والضروريات نقوم بتوزيع الميزانية كما يليق في احتياجات. يعني كان لكم دور مركزي في القضية المالية بلجنة المالية، لجنة الإعفاءات، ملف الثقافي. بالنسبة لجنة الإعفاءات هناك حديث كبير عليها هو شطب الديون. لجنة الإعفاءات هي لجنة مهنية، وللأسف الشديد هناك ديون قديمة جدا ومتراكمة على المواطنين من عشرات السنين، وديون مشكوك في أمرها أي لا تستطيع أن تجبيها. فقمنا بشطب مبالغ بناء على قرار مجلس بلدي، بناء على قرار هذا، وطبعا لجنة الإعفاءات هي قامت في هذا القرار بعد فحص ميداني وفحص مهني بهذا الموضوع. هناك ديون قديمة جدا اللي كانت تعتبر كأنها دين، كأنها محسوبة على البلدية كدين، ولكنها كعجز يعني كعجز يجب، ولكن غير مجدي أن تبقى هذه الديون، أما لناس توفوا أو لأشخاص لا يمكن أن تجب منهم مبالغ طائلة. ومن ناحية أخرى نحن حريصين أن نجبي الأموال من المواطنين، وقمنا باتفاقيات مع الكثير من المواطنين لدفوع دفع الديون المستحقة عليهم بأقساط بجدول، يعني جدول الديون وبأقساط مريحة جدا. وبالفعل يعني ساعدتوا كثير ناس اللي كان عندي ديون متراكمين هن يحلوا هذا الملف. ساعدنا بديون متراكمة مما سهل عملية المدخولات للمدينة، لأن المدخولات الضريبية هي مهمة جدا للمدينة من خلال العمل البلدي أيضا، ولتقديم الخدمات للمواطنين. وبهذا الصدد نحن دائما كنا نتوجه للمواطنين بدفع المستحقات عليهم لكي نرجع لهم هذه المستحقات، هذه الضريبة بطريقة خدمات. وهذا عمل كبير قمنا فيه وما زلنا، لأنه بهذا الموضوع كان مهمل لسنوات طويلة وبحاجة لمعالجة خاصة، ولكن بنفس الوقت نحن نعالج هذا الموضوع ونحن حريصين على المواطنين وعلى وضع نأخذ بعين الاعتبار كل الإشكاليات التي تتعلق بالمواطنين من ناحية صحية ومن ناحية مالية ومن ناحية اقتصادية ومن ناحية اجتماعية، من على ذلك نقرر كيف نفعل بالضبط، نأخذ كل هذه الأمور في معادلة واحدة ونقرر كيف نعفي وكيف نشطب قسم الديون وكيف نجبي قسم من الديون. لا شك أنه هذا نشاط مكثف، وممكن كمان أنتم تصدروا بيان طبعا عن عملكم خلال مدة 5 سنوات، ولكن هناك في اتهام من أحزاب وطنية محلية بشفا عمر أنه الجبهة هي العائق الأساسي في طرح مرشح للقوى الوطنية الديمقراطية في شفا عمر، الأحزاب السياسية أنه كان يتوجه للجبهة والجبهة تعيق الاتفاق على مرشح لأحزاب سياسية وطنية في شفا عمر. شو رأيك في هذا الموضوع؟ هذا الشيء غير صحيح على الإطلاق. نحن نرحب بكل فكرة لأن يكون هنالك مرشح من القوى الوطنية. نحن نعتبر أن القوى الوطنية هي البديل الفكري والسياسي والاجتماعي في هذه المدينة، ولكن لم يكن هنالك ولا أي مرة طرح جدي لهذا الموضوع. صار توجه من التجمع عليكم بالماضي. نحن قدنا الرئاسة كحزب وطني عدة مرات ولم نحصل على أكثر من نسبة 10. يعني رشحته
رشحنا مرشح رئاسي عده مرات، رشحنا عده مرات مرشح رئاسي ولم نحصل على اكثر من 10-12%. هذا الموضوع يجب التفكير فيه مجددا. انا لا اغلق هذا الموضوع. انا نعرف بما اني اتي من حزب وطني يطرح البديل لكل المشاكل الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه لهذا المجتمع، بعتقد ان في المستقبل يجب ان يكون مرشح وطني. يعني بالمستقبل يجب ان يكون تفكير يتوجهون في القوى الاخرى، يعني التجمع نفل ابناء البلد توجهوا اليك بدعوه، ذكروا اسمك في احد النقاط انه توجهوا اليك. لم يكن هنالك توجه جدي، توجهوا للجبهه حتى نتفق على مرشح. لم يكن هناك، كان هنالك حديث تداول يعني تداول عابر، يعني ما كانش شيء مش جدي. لا ما كانش جدي، ولا كان لم يكن هناك شيء مدروس، ولم يكن هناك مفاوضات بين الاحزاب بهذا الموضوع. كان حديث عابر ولم يصل الى اي شيء، ولكن نحن لا نغلق هذه الفكره. هذه فكره ممتازه وباعتقادي، يعني اذا طرحت اسا ما هو سبق يعني في وقت لطرحها، لانه تقديم القوائم بكره. فاللي بحكي انا اذا طرحت في المستقبل هل ستبحثها الجبهه بشكل جدي؟ الجبهه دائما تبحث الامور بشكل جدي. لنا هيئتنا، لنا مؤسساتنا، القرار هو قرار جماعي وليس قرار فردي، وهذا امر جدي وبحثه يجب ان يكون بشكل جدي. طبعا كل توجه من اي فئه من الاخوان، ان كان من الحركات الوطنيه الاخرى، نبحثه بشكل جدي ومعمق طبعا. طيب سننقل للعمل البلدي. بدي اسالك سؤال بصفتك، انت كنت في الائتلاف انت وابو ثائر احمد حمدي، هل انت او انتو بالذات راضيين عن عمل رئيس البلديه خلال السيد ناهض خازن خلال الخمس سنوات اللي مضوا؟ رئيس البلدية الحالي ناهض خازن حقيقة هو إنسان عصري، وبتوليه رئاسة البلدية أراد لهذه المدينة كل الخير وكل التقدم، وعمل باجتهاد وعمل بشكل متواصل لتطوير هذه المدينة، وهنالك الكثير من الإنجازات في لإدارة البلدية في الخمس سنوات الأخيرة. طبعا من لا يعمل لا يخطئ، وهذا أمر طبيعي، ولكن مقارنة إذا نأخذ ميزان الإنجازات مقابل ميزان النواقص، الإنجازات هي كبيرة جدا، والمشاريع التي كانت نفذت مشاريع مهمة وكبيرة. برأيك شو المشاريع التي لم تنفذ وأنتم كنتوا حابين بوجودكم الائتلاف أن تنفذ ولم تنفذ؟ وتعالج وتحل اذا عندك امثله. لا المدينه حقيقه تكبر، والمدينه بحاجه لكثير من المشاريع. هناك مشروع كبير جدا تقريبا يعني في اقترب الى نهايته، هو قضيه القصائم للأزواج الشابه. يعني انا هذا الموضوع نحن نعمل عليه منذ خمس سنوات، ان تكون هناك قصائم للأزواج الشابه. بعتقد انه كنت اكون مسرورا لو كان الشيء الان او قبل الانتخابات، ولكن سيكون بعد الانتخابات. ولكن احنا منذ تولينا اداره البلديه ونحن نعمل على هذا المشروع الكبير، قصائم لكل ازواج الشباب في كل مناطق شفا عمر. وهذا كنا نتأمل. ومشاريع اخرى مثلا بدي اجيك، شو قضيه المسلخ؟ بتسالوا كثير قضيه المسلخ، هل شغل المسلخ الساحة حاليا؟ المسلخ شغل بشكل جزئي. المسلخ انتقل من مكانه في المنطقة الصناعية القديمة إلى منطقة أخرى، وكان هناك الكثير من المشاكل التي نحن ليس لنا صلة بها أصلا. يعني الاتفاقيات اللي وقعت كانت قديمة، وكان هناك الكثير من الإشكالات. نحن عندما أتينا بدأنا نعالج قضية المسلخ، كان المسلخ تقريبا مغلق ولم يكن هناك ادوات لتفعيل المسلخ واجهزه لتفعيل المسلخ. فنحن حاولنا اعاده فتح المسلخ. اليوم المسلخ بدا يشتغل بشكل ليس بشكل متكامل ولكن بشكل جزئي، ولكن نحن نامل في المستقبل ان المسلخ يعود كما كان. واليوم المسلخ موجود بايدي امينه،
تديره بشكل مهني وتحافظ عليه. ونحن نأمل أن بالنهاية هذا الموضوع موضوع المسلخ ننتهي من تكميله من العدة وكل ما يتعلق بهذا. بالفعل المشاكل كانت كبيرة في هذا الباب، وأرجع أقول ليس الشيء كان متعلق بهذه الإدارة، نحن استلمنا أمراض كثيرة في هذه الإدارة وحاولنا معالجة هذه الأمراض، لم نهرب من مواجهة الأمراض وهذه المشاكل، مشاكل صعبة جدا، ولكن قسم حليناها وقسم حلينا جزء منها، ونحن نحب المواجهة ونحب أن نحل هذه المشاكل ومستمرين بحل هذه المعضلات. في مهندس البلدية اليوم؟ طبعا مهندس البلدية متواجد ويعمل على مدار الأسبوع بشكل مكثف. ليش بعد لجنة التنظيم ما رجعتش البلدية؟ شو السبب؟ لجنة التنظيم اليوم بإدارة البلدية وأعضاء البلدية أشياء أمور بيروقراطية ليست متعلقة بالبلدية، ولكن الشيء هو ولكن عمليا من استلم إدارة لجنة التنظيم هو رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي طبعا وأعضاء المجالس ورؤساء المجالس والبلديات والقرى المجاورة. عمليا هي موجودة بأيدي البلدية بشكل غير رسمي، بشكل رسمي بحاجة إلى أبنية وإلى تجهيز، بعد الشيء لم يكتب حتى الآن. في هناك كمان اتهام أنه بالفترة الإدارة الحالية تم إهمال النشاط الرياضي وعدم دعم الفرق الرياضية، هل هذا صحيح؟ بلدية شفا عامر لم تقصر يوما واحدا في موضوع الرياضة. قضية الرياضة في مدينة شفا عامر قضية مشكلة مزمنة. نحن حولنا آلاف الأموال، عشرات آلاف الأموال للفرق الرياضية، ولكن قسم الفرق الرياضية كان لها مشكلة بما يسمى باللغة العبرية نهو التكين، يعني ليست عندهم دفاتر مرتبة، يعني فيش إدارة حسابات سليمة فيأخذوا الميزانيات، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى لا تتعلق بشفا عامر. بلدية شفا عامر هي ليس المشكل للرياضة، هي داعم أساسي، ونحن في هذا الموضوع طبعا هناك أنواع الرياضة المختلفة من كرة القدم للسلة للأمور المختلفة، ونحن قمنا بدعم هذه الفرق الرياضية كل السنين ولم نقصر بأي شيء بهذا الموضوع. العكس. في هناك كمان اتهام آخر بالنسبة لمكب النفايات شرقي البلد، شو هذا ما هاي المشكلة؟ مكب النفايات شرقي البلد كان قريب من الأحياء السكنية المتواجدة شرقي البلد، وكان هناك شكاوى كثيرة من قبل السكان القاطنين هناك مشاكل صحية، فأردنا أن نحول مكب النفايات إلى المكب النفايات الرئيسي المتواجد بجانب قرية عبلين، لكي نبعد عن السكان المكاره البيئية. أهل المدينة رفضوا أن يذهبوا إلى منطقة مكب النفايات الرئيسي في سهل عبلين، وهذا أدى إلى مشاكل في هذه القضية، بدأوا يكبوا بالسهول للأسف الشديد، بالرغم من صار في فوضى، ولكن باعتقادي لو أنه السكان المدينة تعاون معنا واستمروا بكبر من النفايات في المنطقة هناك كان أفضل. اليوم نحن في تخطيط مكب نفايات جديد، ولكن ضمن شروط جودة البيئة أن لا يسبب المكاره الصحية والبيئية للسكان، وأن يكون بعيد عن أماكن سكن المواطنين. في هناك اتهام من السيد عرسان ياسين إنه البلدية ما بنتش ولا أي متر مربع للتعليم، مدارس ومؤسسات تعليمية، هل هذا صحيح؟ والله إذا بدك تحب ترافقني إلى المدارس الجميلة التي بنيت في الخمس سنوات الأخيرة في مدينة شفا عامر، أعطيني مناطق وأسماء. بنيت مدرسة حديثة في حي الوصليين، بنيت مدرسة جميلة جدا في حي مرشان، بنيت مدرسة في جنب المدرسة الثانوية على اسم رئيس البلدية السابق إبراهيم بن حسين،
مدرسة كلها من فترة 5 سنوات، مدرسة حديثة جدا، وأكملت مدارس لم تكن مكملة بالأجهزة والمعدات. فهذا هذا الكلام ليس دقيق. هم بيحكوا على قضية البيجروت من البلدية مش السابقة، انه كانت نسبة النجاح في البيجروت 29 صارت بزمن الإدارة الحالية 50%. والله اللي يسأل نفسه اللي بيحكي هذا الكلام مين مقطع المستوى في قضية النجاح في البيجروت، ومن لكي يرضي السلطة من جلب طلاب من خارج المدينة لكي يتعلموا بأي ثمن بالهدف المكسب المالي ليس أكثر، طلاب مع مشاكل اجتماعية كبيرة. ونحن عالجنا هذا الموضوع، هذا الموضوع لا ينتهي بسنة أو سنتين أو ثلاثة، لأنه يتعلق بقضايا منهجية وقضايا تعليمية ويأخذ سنين حتى ترى النتائج. ولكن في زمن هذه الإدارة هناك تحسن كبير في قضايا التعليم، طبعا ليس كافي، بحاجة إلى أكثر. دائما نحن نرغب أن يكون النتائج أعلى مما هي موجودة، ولكن الموضوع قيد المعالجة. المشاكل التي ورثناها حقيقة مشاكل كبيرة ومستعصية، ولكن نحن انتخبنا وانتخبنا المواطنين من أجل أن نواجه هذه المشاكل وأن نحل المشاكل. كان هنالك تعدي على مدير المدرسة والتهديد له، وحالات عنف كانت في بين الطلاب في هذه المدارس، ونحن واجهنا هذه المشاكل وعملنا ونعمل دائما على حلها. يعني بتقدر الجبهة تسميه ثلاث مشاريع تعتز فيهم خلال هذه الإدارة نفذوا؟ أولا مشروع فتح دار الثقافة والفنون، هذا مشروع نحن نعتز فيه. مشروع التسميات نعتز فيه به. مشروع المنطقة السياحية، تخطيط المنطقة السياحية ومسح شامل الأمنية السياحية، يعني المنطقة السياحية في البلد، في البلدة القديمة هناك بنايات قديمة جدا تاريخية، وشفا عمر تحوي العشرات من المباني القديمة. قمنا بمسح شامل لهذه المباني وللمحافظة عليها ولتطوير السياحة في هذه المدينة. باعتقادي أن هذه الأمور الثلاثة نحن كجبهة نحتاجها، إلى بالإضافة إلى أمور أخرى. نحن كجبهة كنا دائما شريكين في كل القرارات التي اتخذت في إدارة بلدية شفا عمر، إن كان قرارات يتعلق في المنطقة الصناعية وتطويرها. هذا الأمر هام جدا، وأنا شخصيا شاركته في عدة لقاءات مع المسؤولين من أجل تطوير هذه المنطقة الصناعية، وهنالك في المستقبل سيكون تغيير شامل بما يسمى المنطقة الصناعية، وأيضا تخطيطات لعشرين سنة وثلاثين سنة المقبلة. فنحن كنا شركاء في كل القرارات المهمة من تعبيد شوارع وإكمال البنية التحتية، وكانت مهشمة بالفعل. البنية التحتية كانت بنية تحتية جدا جدا سيئة. فجبهة شفا عمر لها الكثير ما تفتخر فيه وتعتز فيه في هذه السنوات الخمسة في زمن الإدارة الحالية. كلمة بتحب توجهها للناخب شفا عمري؟ أحب أن أوجه للناخب شفا عمري المحافظة على المدينة، على وحدة المدينة، على المحبة بين أبناء البلد الواحد، على الانتماء لهذا البلد، انتماء لتاريخنا لتراثنا. لنا الكثير ما نحتز به من تاريخ وتراث يجب المحافظة عليه. قوتنا بوحدتنا، ويجب أن لا ندع المفتنين أن يدخلوا بناتنا ويزرعوا الفتنة. نحن أبناء شعب واحد وأبناء أقلية واحدة وأبناء مجتمع عربي واحد، نتكلم نفس اللغة، نعيش على نفس الأرض، ونأكل سويا ونشارك بعضنا. فهذا هو المهم، الوحدة الشفا عمرية، هذا هو المهم. شكرا لك. شكرا.